نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة. عبد الله من الخارج. نعم. عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال. سم ارفع صوتك وتفضل بالسؤال. في حديث على الرسول يقول فيه: ما من أحد منكم إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار إلى آخر الحديث. السؤال عندي أريد شرح الحديث والتوجيه لبعض الناس الذين يحتجون بالقدر على الأعمال التي يعملون المعاصي. شكرا. شكرا لك. تفضل يا شيخ. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، ومعنى كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار هذا من ناحية القضاء والقدر، الله قدر هذا سبحانه وتعالى، ولكنه أمرنا بفعل الأسباب من الطاعات وترك المحرمات، وهذا باستطاعتنا ومقدورنا، فنحن نفعل ما أمرنا الله به ولا نحتج بالقضاء والقدر، ونترك ما نهانا الله عنه من المعاصي والمحرمات ولا نحتج بالقضاء والقدر. هذه طريقة الجبرية الضلال، وأما طريقة أهل الحق فهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويعملون. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه: ما منكم من أحد، قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنزل الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.